كابتن طارق اجي لك، يمكن هنتكلم على الانجاز الكبير كان حلمك ده من 4 5 سنوات، يمكن كان ليا لقاء مع حضرتك وكان ليا الشرف، واشتغلت وتعبت والحمد لله ربنا كافئك في النهايه. الحمد لله رب العالمين. بس انا يعني حابب ان انا اتذكر انا وانت اول لقاء مع كابتن طارق الصغير. الله يرحمك. الله يرحمه. الله يرحمه. بدأنا المشروع مع بعض، و يعني انا كان يهمني طبعا وجوده دلوقتي ان هو يشوف انجازه اللي هو بدأه، انجاز كبير كان نفسه فيه، كان بيحلم بيه جدا جدا جدا. بس انا متأكد ان هو يعني حاسس بيه، و يعني انا عايز اقول له ان هو تعبك ما راحش على الفاضي. وانا في بطولات، البطوله اللي فاتت طالع بستلم الكاس معايا الصوره بتاعته وهو طالع يستلمها معانا، يعني فلا المكسب ده انا بنسبه لطارق الصغير الله يرحمه. الصوره يعني هي كابتن، الصوره هي الله يرحمه الراحل طبعا العظيم كابتن طارق الصغير. ايوه، واللي كان طبعا يعني وفاته المنيه منذ سنتين. انا بهديله المكسب دوت، واللعيبه كلها بتهديله المكسب ده، ان الراجل ده تعب جدا 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 عشان يرجع الدايفنج في النادي الاهلي. لمسه وفاء منك يا كابتن الحقيقه، وده مش غريب عنك. الله يرحمك كابتن طارق. كابتن طارق الصغير يعني من المدربين اللي كانوا ليهم دور كبير وكانوا يعني اسسوا الطفره الكبيره في الغطس، وكانت ثقه كبيره جدا من مجلس اداره. اشكرك على لمسه الوفاء دي يا كابتن. خلينا نرجع انجاز لا هو يستحق، هو طبعا اللي بدا الكلام دوت طبعا مع كابتن وائل عزت وكابتن فاضل وعمرو كمل المسيره. بس الحدث نفسه هو كان نفسه فيه، وكان دايما يقول لي يلا يا طارق امتى الدرع العام، يلا يا طارق امتى الدرع العام. الله يرحمه. يعني وسبحان الله يعني هو ربنا اختاره السنه اللي بعديها على طول خدنا. روحه لسه موجوده واكيد بصماته ما زالت حتى الان موجوده على حمام السباحه. اكيد اكيد اكيد. كابتن اجل الانجاز ده يمكن اكتر واحد يقدر يكلمني هو حضرتك. ليه؟ لان انت كنت النواه اللي بدا بيها النادي الاهلي مشروع في الغطس. كلمنا يعني لخص لي 4 سنين كده في دقيقتين. بص انت اتكلمت مع محمد مدير قطاع الناشئين في حته الهرم. والله احنا يعني ابتديت انا وطارق حته ان احنا ما نطلعش نورمال، ما بقاش تقليديين يعني في الهرم ده، لا احنا كنا عايزين نطلع فيرتيكال. يعني عايزين نطلع نعمل قاعده كبيره ونطلع بيها ما تبقى ما فيش حد من فوق يقع. تمام، وقد كان الحمد لله بنطلع بالناشئين، يبقى معانا 3 4 لعيبه في المرحله لغايه الدرجه الاولى. احنا النهارده دلوقتي علي وعمر واحمد 3 تحت 18 سنه، وطلع لهم 2 تانيين تحت 18 سنه. في كل يعني كل نادي كل مرحله ممكن يبقى فيها لعيب او 2 في المرحله العمومي. انا بلعب باربعه خمسه في الفيرست تيم مدعم بالناشئين. انا عندي لعيب واحد بس اللي هو زياد يسري، هو دلوقتي في امريكا وهو مشارك في الانجاز الكبير دوت. زياد في امريكا في جامعه يعني؟ في جامعه. جامعه زي مها. مها موجود عندي زياد، موجود عندي بلال وعلي طالع لهم، وعمر بيسعى الموضوع ده هو واحمد زي ما انت سمعتهم كده. فالفرقه كلها ما شاء الله يعني ايه حاطه الاحترام ده، لان هم شايفين هم بقى كواليفايد ان هم يقدروا. هم كواليفايد. هم كواليفايد بس فيها في جزء منه رياضي. سوري اسف مسلوكي. تعليمي. تعليمي اكاديميك. طبعا لا والتزام، هم بان عليهم الالتزام يعني هم يداروا في السيستم مع يعني التمرين. مش ان هم تالنت بس، لازم يبقى في الدراسه كويس كمان عشان عشان يتاخد بالظبط. القصه دي ما احنا عارفين طبعا ده لازم يبقى في جزء تعليمي. سعيد باولادك يا كابتن صح؟ طبعا طبعا طبعا. وزي ما هديت الكابتن طارق الكاس، لا بهديهم هم كمان، هم تعبوا جامد جدا جدا، وكل واحد اشتغل على نفسه عشان يكسر الريكورد بتاعه. يعني يعني تحدى نفسه. تحدى نفسه شخصيا. تحدى نفسه. دي حاجه كويسه جدا يا كابتن. دي حقيقه ان هو المكسب لو هو طلع الاول هو فدى طبعا ناس كتير قوي. طبعا يا كابتن. طبعا يا كابتن الله ينور عليك. ناس كتير استفادت من ان هو الاول. مش بس استفادت.